بسم الله، والله أكبر. ألا نأتي إلى آية ترينا نعمة الله على خلقه، وهذا بين في الآية 81 من سورة النحل لزبان. قل رب، والله جعل لكم مما خلق ظلالا، سحب بنايات أشجار، والله جعل لكم مما خلق ظلالا وبيوتا وخياما، وجعل لكم من الجبال أكنانا، كذلك الأكنان من مطر، من حيوانات مفترسة، من برد، ومن كل ما هو يلجئنا إلى الجبال أكنانا، يعني نحتمي بها وتكون فيها كهوف يأوي إليها الإنسان ويتخذها مسكنا. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني نار سرابيل، يعني أنواع لباس، سواء كان اتقال برد، اتقال حشرات، اتقال الشمس والمجر، وهذا لدغ الصنابير وغيره وغيره، وسرابيل تقيكم بأسكم والحرب. كانت أكبر حرب دي كوت دو ماي، كان سيدنا داود كان أعطاه بقوة يعني هك يلوي الحديد فيطيعه لكي يصنع لبوس ملاء لحماية الإنسان المحارب من أهل الإيمان. يقول بعد: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر. معنى شوي من الكلام مش تفهم بالضبط شنو يعني عم الرحمن عبر التاريخ. تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. الحر إذا كان الألبسة ما تقيكش الحر، يعني يلزم الإنسان يقع نزيف في المخ ويموت ولا يسقط. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل المصاب مثلا وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. إتمام النعمة يؤدي لأصحاب العقول السليمة إلى التسليم لرب العالمين بدون شك وبدون تقليل هذا التسليم لرب العالمين. والسلام على أهل السلام.